نظري كاملة عن الزوجة اللي أنا ممكن أتجوزها، بصور الزوجة على أساس إنها قطعة شوكولاتة، مرة اللي هي مغطاة بسلوفان اللي هي المحجبة، وقطعة الشوكولاتة غير المغطاة بسلوفان، فالأفضل أن تأخذها قطعة شوكولاتة مغطاة بسلوفان. هذا الرجل المحترم اللي مبروك عليه الفنانة الجميلة شيري عادل، وإن إحنا بنبارك له، غير متصل بالمرة، وهو بصراحة القشة التي قصمت ظهر البعير. هو بيكشف لنا الوجه العقيم لبعض الدعاة السلفيين المتخلفين الرجعيين اللي بيدعوا اللي هم الشيوخ، وبيكشف لنا سوق البيزنس الجديد اللي بيناهض هذا الجانب للارتزاق واستمالة أهواء الناس المتحضرة اللي عايزة تعيش عيشة وسطية زي ما حضرتك أفدت. الحقيقة ده رفضينه وضرب دينه، لانه للاسف بيتاجر باهوائنا، بيتاجر بالدين اللي هو ارقى واسمى توجه ممكن لا، ايه ياخد المتاجرة الانسان في بالدين حياته. هنا؟ الرجل تزوج للمرة الثالثة، من حقه. حضرتك لا، من حقه ان هو يتجوز، بس مش من حقه ان هو ياخد جيل معاه قبل كده بادعاءات مش حقيقيه، زي بالظبط عمرو خالد لما راح قال لكل الناس اتحجبوا وان الدين ارقى، وراح عمل فيديو قال انا بدعي في الحج فقط للفريندز اللي على صفحتي، الباقي مش مسلمين يا جدع، الباقي خارجين من المله عشان مش على صفحتك بيعملوا لك لايك، يعني ايه ده؟ وبعد كده يعمل اعلان على الفراخ، انا ما الداعيه، يعني ايه داعيه؟ الداعيه هو الارقى، هو مش سوق بيزنس، الداعيه لازم يكون هو الارقى، هو المتسق. حضرتك تخيل، الاول انا بحييك عشان انت منبر ومكانه لمبروك للمناضلات والمناضلين اللي كافحوا الفقر. تخيل ان انا اشوف رمز بيكافح الفساد او بيكافح القمع او كذا، وهو اكبر شخص فاسد او هو اكبر شخص قامع للحريات، انا هصدقه ازاي؟ انا هصدقه ازاي؟ الحقيقه انا مش معز مسعود هو رمز للادعاء، مش هو الادعاء، حتى هو حر، لانه قبل كده طلع مع استاذ جليل اعلامي مسح كل كلامه بجره قمع. كل ده ماشي، بس انا بقول ده ليه؟ لمجرد انه تزوج للمرة الثالثة ومن فنانة، يعني ليه؟ لانه هو مش متفق معانا، هو اشتغلنا هو وغيره، يعني خليني اقول باللفظ هو بيشتغل جيل، لما انا ابني يكون في الجامعه يبقى هو شايفه قدوه، ويجي يعمل تصرف هو مش متفق مع كلامه اللي هو قال له عليه، لما تيجي تتجوز وفر بذات الدين، مش بس الجمال هو الاهم، ده في فيديو ان هو بيقول له ما تفرحش بجمال البنت قوي، لازم تصفر بذات الدين، انا اقعد اقنع في ابني ان الرمز في شكل الحجاب مش هو الفيصل. طب ومين قال ان هو خرج عن هذا المسار؟ يعني هل خرج عنه لمجرد اهو، انها فنانة فكده احنا تعاملنا معاها؟ انا مع ده اللي هو عمله هو اللي طبيعي، ما يدعو له هو اللي كان غير طبيعي، يعني اللي هو بيعمله دلوقتي طبيعي، ولو هو اي شخص تاني احنا ملناش دعوه بيه، لكن ما يدعو له سلفا هو اللي ما كانش طبيعي. انت النهارده غيرت رايك، وبكره هتغير رايك، وبكره هتقول الدين للجميع وممكن تتجوز براقصه، ولا لا اعيب على الراقصه بالمناسبه ولا الفنانه نهائي، ومش بقى يتوب الناس على ايده ويستمتع طيب، بملذات الحياه ويقفل على الشباب والاجيال كل ملذات الحياه، يدينا خليني دروس اسال الاستاذ سنوات ايمن وسنوات. محفوظ.